السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ انت هنا في سلسلة قراءة رسم القلب، وانا عبد الله صالح. ان شاء الله هنكمل السلسلة بتاعتنا. خدنا المرة اللي فاتت مشاكل لها علاقة بالساينس، وقلنا كلمة ساينس لها علاقة بالاي سي نود، واكيد اتريال يبقى لها علاقة بالاتريوم، واكيد الفنتريكولار اكيد لها علاقة بالفنتريكولار. كنا خدنا ساينس، قلنا المشاكل اللي لها علاقة بالساينس ويبقى لها علاقة بالاي سي نود. فكنا واخدين قبل كده ساينس تاكارديا وساينس براديكارديا وساينس افيست وهكذا، تمام. هنا برضو احنا بنتكلم على مشاكل الاتريال ارسيزمس، تمام. الاتريال ارسيزمس احنا خدنا منها قبل كده، قلنا اتريال يبقى لها علاقه بالاتريال، يبقى المشكله موجوده في الاوزين، تمام. قلنا زي مين؟ كنا خدنا المره اللي فاتت مشاكل زي الاتريال فيبريشن والاتريال فلاتر، تمام. وهعيد لك عليهم تاني كده افكرك بيهم، وكمان هناخد معاهم حاجه اسمها سوبرا فينتريكولار تاكارديا. ومن اسمها سوبرا فينتريكولار، يعني سوبرا يعني فوق الفينتريكولار، يعني هي مش في الفينتريكل، لا هي فوق الفينتريكل، يعني ممكن تكون في الاتريا، ممكن تكون في الاي في نود، ممكن تكون في الاس اي نود، تمام. هي فوق ايه؟ الفينتريكل، اللي بقى فوق، تمام. طيب، وقال لك ان الابسيزمنت دي بتزود الريسك من الاستروك زي ما احنا خدنا. بفكرك هنا بالليترال فيبريشن، وبفكرك باهم حاجه بتميزه ان هو بيكون ريجولار، تمام. البيوف مش بتكون واضحه، الليترال ريت بيعمل امواج صغيره جدا، فانت مش بتعرف تشوفه، مش بيبقى واضح. فممكن عدد النبضات بتاعت الليترال ريت بتكون 300، ولانها مش بتكون sufficient وكده، وما بيلحقش يملأ، فبتكون جلطات زي ما احنا خد تكون ايه الجلطات. فعشان كده كنا بندي الانتي كواجيليشن، حاجات انتي كواجيلنت زي الوافرين وكده، وبنتحكم بريت لو هو، قلنا لو هو دخل في تاكارديا وكده. ولكن قلنا اهم حاجه ان هو irregular، وبيكون البيوف مش واضح، لكن ممكن يكون تاكارديا عادي، ممكن لا برضه عادي. الليترال فلاتر كنا قلنا اهم حاجه ان هو عامل زي اسنان المنشار، الريت بتاعه برضه بيبقى من 250 ل 350. قلنا ان بيبقى فيه، يعني غالبا الريزم ده بيكون ريجولار، بيبقى نسب كده اللي هو 2 1، يعني 2 بويف واحده بي ار اس، يعني 2 اتريال واحده فينتركل هكذا، او 3 او 1 الى 1 زي ما شفنا المره اللي فاتت. وقلنا ان هو نفس الكلام برضه بيعمل ريسك للستروك. وطبعا بنعمل ايه؟ نفس الكلام، لو هو داخل في تاكارديا هنبدأ نتحكم بريت كنترول. وخلي بالك انا بقول لك داخل في تاكارديا ازاي، انا مش بتكلم على الاتريال، انا بتكلم على الفنتركل. لو الفنتركل نفسه ده اللي هيوصل للجسم، اللي هو هيبدأ يخش في الاورطة وكده، لو القلب بقى بيضخ في الفنتركل، كان بيضخ بعدد كبير جدا، فاحنا ساعتها هنبدأ ندي حاجات توطي التاكارديا دي. وبنتحكم في الريزم طبعا، وقلنا بنعمل حاجه اسمها ابليشن، يعني نفس الحاجات تعتبر اللي بتتعمل دي الاتريال فيبريليشن. انا مجمع لك بقى حاجه كده ليها علاقه بالاتريال فيبريليشن والاتريال فلاتر، يعني انا فكرتك بس بالحاجات دي عشان بس اقول لك المانجمنت بتاعتهم بتتجمع في الاي بي سي دي. الاي اللي هو بندي انتي كواجيليشن عشان نمنع، زي ما احنا قلنا الحاله دي بتكون ريسك انها تخش تيجي في تيجي لها ستروك، فبندي حاجات زي الوافرين، حاجات انتي كواجلانت. ممكن ندي البي اللي هو البيتا بلوكر، او اي حاجه تتحكم في الريت، لان انت بتدي حاجه، يعني بيتا بلوكر حاجه هتثبط القلب، لان ضربات القلب بتكون عاليه جدا لو هو كان عنده كده. زي ما احنا قلنا ممكن يكون الريت بتاعه طبيعي 70 80 عادي، لكن في حالات بتبقى 150 وحاجات من دي، فاحنا ساعتها بندي بيتا بلوكر للحالات دي عشان الفنتركولار ريت. اهم حاجه الفنتركل اتاثر الريت بتاعه قد ايه، تمام. وفي بدائل زي الكالسيوم شانل بلوك، زي الدلتزام والفاباميل وحاجات من دي. كمان بنعمل السي، السي اللي هو الكاردو فيرجن. الكاردو فيرجن ممكن يكون حاجه الكتريكال، اللي هو بيبقى في جهاز وبتحدد مع الدكتور، المريض يعني بيبدا يحدد مع الدكتور ميعاده وياخد له تخدير وحاجات من دي. وفي اللي هو الفارماكولوجيكال، يعني بنعمل كاردو فيرجن كده فارماكولوجيكال زي الميدابون اللي هو الكوردرون يعني، تمام. طيب ده بالنسبه يعني ايه الريزم، احنا كنا بنقول ان احنا برضه بنستعيد الريزم. طيب بالنسبه للدي اللي هو الدايجوكسين، ده لو يعني بيتحكم في الريت، بس خاصه في الحالات اللي عندهم هارت فيلير. دي التجميعه اللي احنا عاملينها دي
يعني مفيدة جدا، تعرفها الـ atrial fibrillation والـ atrial flutter في المانجمنت. عندنا السوبر فنتركلر تاكارديا، يمكن دي أول يعني أول مرة تاخدها، احنا اتكلمنا على الاتنين اللي فاتوا قبل كده. دي بقى بص بتبقى عاملة ازاي، بتبقى رابد، يبقى انت أول حاجة تعرف ان هي ايه رابد، بتكون سريعة تمام، وريجولار يعني غالبا غالبا بتكون ريجولار، بتكون مثلا الريت بتاعها أكتر من 150. طبعا هي من اسمها سوبر فنتركلر تاكي كارديا، يعني شرط أساسي ان هي ايه، ان في تاكي كارديا، مش زي الاتفال فلاتر والاتفال فيبليشن، واخد بالك؟ الفنتركلر ريتم ممكن يبقى نورمال عادي، لا هنا لازم تكون ايه تاكي كارديا. ومن اسمها سوبر فنتركلر يبقى تأثر على الاتري عموما، او ليفي نود، او الاي سي نود تمام، لان سوبر فنتركلر تاكي كارديا لها انواع كتيرة جدا تمام، من ضمنها النوع الشهير من اسمها كده سوبر فنتركلر تاكي كارديا، بتأثر على الايفي نود، لان الايفي نود موجود يعني ايه ما بين الاتريا والفنتركل، زي ما احنا خدنا الايفي نود في اول محاضرة خالص تمام. فبيتسبب حاجة اسمها الاي في نود، نودال ريتورنت او ري انتري تاكي كارديا، اختصار كبير كده، ده نوع شائع يعني عشان لو شفت الاختصار ده تمام. قال لك من ضمن الحاجات اللي بتميزه ان البي ويف هيدن، مخفيه في التي ويف، البي ويف بتكون مخفيه. بص انا عايزك تعرف ان البي ويف مخفيه، يعني انت عايز تقول لي عواب، عايز اقول ان ساينس تاكارديا، ساينس تاكارديا ريجولار، طب ما دي ريجولار، طب الساينس تاكارديا رابد، طب ما دي رابد. فخلي بالك ان اكتر حاجه ممكن تميز لي بين الساينس تاكارديا والسوبر فنتركلر تاكارديا ان البي ويف ايه، مش بتكون باينه، خلي بالك مش بتكون واضحه صريحه كده. بنعالج ازاي؟ في حاجه اسمها الفيجال مانوفر اللي هو الفالزيفا مانوفر، ممكن تبحث عنها عشان تفهمها، والادينوزين ده برضه دواء، والابليش تمام. احنا يمكن مش بنهتم بالمانجمنت او في الكورس بتاعنا، ولكن المهم برضه ان انت تكون عارف احنا بنتعامل مع الحالات دي ازاي. هنا دي صوره كده تبين لك احنا بنقول ازاي الفرق بين الساينس تاكارديا وسوبر فنتركلر تاكارديا. زي ما انت شايف كده بكل بساطه، هنا فين البويف؟ البويف مخفية في التويف، انت مش شايفها. دي يعني مثال سهل جدا جدا انك تعرف بيه السوبر فنتركلر تاكارديا. زي ما انت شايف الرزم هنا، الحالة ريجولار، زي المسافات ايه متساوية، والكي ار اس صغيرة جدا ضيقة، والحالة تاكارديا لو عدينا هنلاقي ان الحالة عندها تاكارديا، وحتى المسافة يعني ما بينهم تكاد تكون مربع واحد او مربع وي، يعني احنا خلينا نقول بس لو مربع واحد مثلا هتبقى 300، طب مربعين هتبقى 150، يعني من الاخر برضو ايه الحاله فوق ال 150. ف زي ما احنا قلنا ما بين الثلاثه، ما بين الثلاثه لخمسه يبقى الهارت ريت ايه نورمال. طيب بص هنا كده انا عايزك تركز معايا، الريزم اللي فوق فيو واحد، تعال نجيب القلم كده. زي ما احنا خدنا زمان في واحد، كنا واخدين ان في في واحد وفي اتنين الار الصغيرة ولسه بتكون طويلة، لو انت واخد بالك دي بتكون صغيرة لكن دي بتكون ايه طويلة، لان في واحد بيكون نيجاتيف، فليه؟ لان الار صغيرة لكن اس طويلة، وفي اتنين نفس الكلام لكن في خمسة وستة كان الار هي اللي ايه كبيرة. انا بفكرك يعني بالحاجات دي اهو، عامل لك نفس الكلام يعني ايه نفس الكلام هنا، ده الطبيعي يعني الخط اللي فوق ده، ده الطبيعي. طيب طب تعال بص كده في اللي تحت، في واحد هنا هتلاحظ ان الموضوع مختلف شوية. لو جينا نقارن يعني هنا الأب صغيرة، هنا الأس طويلة تمام. لو انت واخد بالك هنا ايه، بعد ما بتخلص ادي الأب ادي الأس، بعد ما بتخلص كده في حاجة غريبة كده ظهر هنا، الحاجة دي مش ظاهرة يعني لو بصيت هنا، لا هنا في حاجة ظاهرة، هنا مش في حاجة ظاهرة. لو انت خدت بالك الرزم اللي تحت فيه حاجة يمكن انت مش واخد بالك منها قوي، احنا هنجيب لك رزم ورسمة كاملة يعني عشان تفهم. دي بيسموها سايدو ارويف، سايدو ارويف يعني اصل احنا خدنا عبد الوهاب فهمني ان اللي بتطلع فوق الخط دي اسمها ارويف، طيب ودي اللي بتنزل الاس تمام، فدي ار اس، لان البتاع اسمه ايه كيو ار اس،
فكانك تي كيوب تنزل، طب ما فيش حاجه هنا نازله، ده طلع على طول، فهنا الاو اف على طول. طيب بعد كده ايه، مين اللي بينزل بعد الاو اف الاس؟ تمام، يبقى كيو اف اس. طب مين اللي طلع تاني؟ ثانيه بقى، اللي بتطلع الاو اف، طب هو في اتنين اف، فدي بقى بيسموها السايدو ويف، اللي هي الاف المزيفه، بيسموها الاف المزيفه، ان هي طلعت يعني زي ما انت شايف كده اف مزيفه. تمام، طبعا هوضح لك الصوره افضل. هنا السايدو ويف او الاف المزيفه في واحد وفي اتنين زي ما انت شايف كده، بعد ما برضه هنا واضحه، هنا الاف اهي، هنا الاس، طبعا في الاس بتكون ايه اطول زي ما احنا عارفين، ولكن في هنا حاجة غريبة، في هنا حاجة زي ما انت شايف كده، بص نجيب لك حاجة زي ما انت شايف، انت الحاجات دي اهي اهي، فطلعت فوق الخط، فدي الاف. تايب نجيب رسمة طبعا عشان الموضوع انا حاسس مش واضح، تعال نوضح. تعال بقى نبص كده على حالة عشان نفهم، عشان عبد الرب ما فهمتش قوي. لو بصينا كده مبدئيا على الرسمة دي وبصينا اكتر حاجة، تعالى الليد اتنين اهم ليد بنحبه، لو بصينا كده باللوجيك بالعين هنلاحظ ان المسافة تكاد تكون ايه متساوية، تمام، يعني الحالة ريجولار. ولو كمان ركزنا اكتر هنلاحظ ان لو انت الحالة معاك ريجولار وعايز تحسب الهارت ريت، لو جينا مثلا نقيس المسافة من هنا لهنا تقريبا ايه المسافة مربعين، طيب 300 على الاتنين فيها كام؟ فيها 150، تمام، يبقى غالبا الحالة دي ريجولار وكمان تاكيكارديا 150. طيب كمان هتلاحظ حاجة مهمة جدا وانت بتتفقد الرسمة، ان هنا لو انت واخد بالك هو فين، يا فين دي تي ويف، طب فين البي ويف اللي موجودة هنا؟ مفيش بي ويف، مفيش هنا ايه بي ويف، فعلى طول ما تفكرش خالص في الساينس تكرار. ليه؟ لان الساينس تكرار ده كانت ريجولار، كانت ريجولار، ايوه كانت العدد بتاعه اكتر من 100، تمام كل الكلام ده، ولكن هنا مفيش بويف، يبقى على طول تفكر في السوبر فينتريكل زي ما انت شايف. حتى النتائج بتاعت الحاله دي لو هنجيبها بالدقيقه هتلاحظ ان هي 150 بالظبط زي ما احنا جبناها. كمان من ضمن السمات ان الكار اس بتكون ضيقه، مش البيوف مش واضحه قوي، في حاجه اسمها السويدو ارويف، فانا عايز بقى اشوف السويدو ارويف دي انت بتقول عليها يا عبد الوهاب. طيب يعني انت شخصت الحاله، بس انا عايز اشوف بقى السويدو ده. لو انت بصيت هنا في في واحد وفي وفي اتنين، تعالى كده لو انت خدت بالك، بالذات هنا طبعا الار هنا صغيره وهنا ايه الاس طويل عادي، ولكن هتلاحظ ان في حاجه كده زي ما انت شايف صغيره كده نوتش بعد ما خلصت الاس، لو انت واخد بالك يعني، فدي اهي النوتش برضو هنا. طبعا البي دي اف لما بيبعت لك بص فيه هتفهم، تلاحظ اكتر كمان موضوع السويدو اريف، الاريف الصغيره جدا دي المزيفه دي هي اللي بتوضح. ولكن انت من الرسمه اصلا انت عرفت تطلع ان الحاله سوبر فنتريكل، يعني انت لو خدت بالك احنا ما بصيناش اصلا في الاول على السويدو اريف، انت بس انت بتتاكد بقى من الكلام بتطبق بقى كله. طيب تعال نبص على الرسمه دي مبدئيا كده، لو بصينا الليد اتنين، تمام، طيب احنا لما نخلص الكورس ده ان شاء الله هنبدا نقول لك بقى انت المنهج اللي تمشي بيه وانت بتقرا اسمك، ولكن انا بوريك عموما يعني. هتلاحظ ان الحاله دي ريجولار نفس الكلام، يعني بخليك برضو تلاحظ بعينك، ولو عايز تحسب الوقت ريت في الحالات الريجولار قلنا لا اما تحسب بالمربعات الكبيره ولا اما تحسب بالمربعات الصغيره. مبدئيا كده دي غالبا ايه يعني ادي مربع اهو وفي معاه حته، وليكن مثلا مربعين صغيرين، تمام، المربع الكبير زي ما انت عارف بيكون ايه خمس مربعات صغيرين ومعاهم اتنين مثلا، يبقى وليكن سبعه بطريقه المربعات الصغيره، يبقى 1500 على 7 غالبا هتطلع معاك 215 او حاجه زي كده. هما هنا بيقول لك ان تقريبا الحاله دي في الواقع كانت 220، تمام، يعني نفس الرقم يعتبر. بس طبعا انا عايز اقول لك ما دام اقل من الثلاثه يبقى على طول تكي قبل، يعني انا بس عايزك ايه
تاخد بالك الحلقة رجولة بتاكيكارديا كمان الكي ار اس ضيقة جدا، البي ويف يعني البي ويف مش موجودة على طول. انت هتقول ان الحلقة ايه سوبر فنتريكول، عايز بقى تطبق وتشوف الفيو واحد ماشي، شوف واحد هنا في لود شو. طبعا انت ممكن الصورة مش واضحة معاك، بص في البي دي اف وكبر وشوف الكلام ده كله، هتاخد ايه بقى. طيب يبقى انت ايه هتعرفش تحدد. ولكن كمان احنا لما نبدأ ناخد حالات الميكارديال انفراكشن الستيمي والنون ستيمي، عايزك بص كده معايا بالذات يعني في الجنب ده مثلا، لو هنبص في الجنب ده هتلاحظ ان المفروض ان هنا الاس تي بتبقى في المزاوية دي، لا ده نازلة لتحت، انت واخد بالك نازلة لتحت. فدي لو بتكون نازلة لتحت دي بيسموها نون ستيمي، تمام. ممكن تعمل انجينا او تبدا تعمل ريكارد الانفكشن، اوكي تمام. فالمهم انا كاتب لك هنا تحت ايه ان الاس تي ديبريشن في الحالات دي مش ضروري بتنديكيت للميكرويد الاسكيم، تمام. ده ممكن الاس تي تنزل مع الحاله عموما. طيب امتى تعرف ان دي مش نازله مع الحاله او دي حقيقي عنده ميكرويد الاسكيميا او كده؟ لما الحاله نفسها تخف وتفضل موجودة، تعرف ايه ان الحالة دي فعلا عندها مشكلة. تعال نبص على السلايد الجاي كده، الحالة دي نفس المريض على فكرة بس بعد ما عالجناه. طبعا انا قلت لك ان الاختصار ده قبل كده الاي في نودل ريترنت او ري انتري تاكيكارديا، دي الكومون من السوبر فنتريكولار. هي المهم يعني دي الحالة، لو انت واخد بالك كده ايه ده الحالة ريجولار. تعالى اجيب لك كده، بص معايا كده، ده الحالة ريجولار وكمان في بي ويف، ايه الحلاوة دي؟ كمان الهارت ريت بتاعها مش يعني كويس، اتحسن بدل ما كان ضيق جدا وداخلة في تاكيكارديا، لا ده كمان ايه اتحسن. طيب فانت فهمت ان دي حالة بتتعالج، يعني دي حالة اتعالجت كده. لو انت خدت بالك هنا كمان وخاصة في في 2 يعني الار صغيرة والاس طويلة ما فيهاش مشكلة، مفيش نوتش والحاجات دي، واخد بالك؟ ولكن لو بصينا هنا هتلاحظ ان الاس تي ما زالت ايه نازلة، بص نازلة لتحت، المفروض تبقى فوق كده لهنا، لا هي نازلة، تمام. ف لو انت واخد بالك يعني. المهم فده يدل على ايه؟ ان الحاله اللي انت كنت بتقول عليها المايكارديال اسكيميا لو نازله والحاله اتعالجت، يبقى اصلا الاس تي ديبريشن ده دليل اللي ظاهر من في 4 لفي 6 دليل انه ليه علاقه بالمايكارديال اسكيميا فعلا، ودي حاله نون ستيمي. نون ستيمي بنقول نون ستيمي يعني ايه نون ستيمي؟ يعني الاس تي اليفيشن، لا ده هي مش اس تي اليفيشن، ده حصل ايه ديبريشن. ده نوع من انواع الميكارديال انفكشن، هناخده بمحاضره كامله بالتفصيل يعني. ولكن اللي انا فهمتك ان الحاله اتعالجت، الحاله خلاص بقت ساينسويزم دلوقتي، الحاله بقت ايه سايدو ويف اختفت، كل الحاجات دي، بس الاس تي لسه موجوده. طيب عندنا كده ملخص كده للاتيرال ابيسيزميا، الليتر فيبريليشن والليتر فيبريليتر يعتبر نفس الريسكس والاثنين بيسببوا ستروك وحاجات من دي، لكن طبعا شكلهم بيختلف. سوبر فنتريكولار بيكون فاست، خلي بالك لازم من الشرط الاساسي ان هي تكون سريعه وتكون غالبا بيكون ريجولار، وفي مانوفرز زي ما احنا قلنا الفلزيفا مانوفر، وفي ميديكيشن زي ما احنا قلنا الادونيزين، مهم جدا تعرف السوبر فنتريكولار بيدول ادونيزين. الاستروك مهم جدا في الاتريال استيزميا ان احنا الاستيزميانس ان احنا ايه نمنعه، وقلنا بنمنعه عن طريق الانتي كواجيليشن وخاصه الوافرين. تعال بقى نخش على الفنتريكولار ابيسيزميا، ومن اسمها يبقى بتنشا في مين؟ في الفنتريك، مشاكل بتنشا في الفنتريك. ففي فقاي او حاجه بتبدا تطلع الكهرباء، يعني هو اصلا لما احنا بنقول الاتريال ابيسيزميا في مشاكل في الاتريوم، تمام، بتبدا ان هي تطلع الكهرباء، الاسم انود مش هي بس اللي بتطلع الكهرباء، لا ده كمان في ايه امبالسز. في الحالات اللي فاتت زي السوبر فنتريكولار كنا بنقول ان في حاجه اسمها الاي في نودل وبتاع، ما هي ليه بيسموها كده؟ عشان الاي في نود بتطلع الكهرباء مع الاي سي نود، فالاثنين يعني عملوا كهرباء خلوا
خلوا ايه، خلوا ان الحاله بدات يحصل ضخ او يحصل انقباضات زياده عن الطبيعي. ليه؟ لان في اكتر من مصدر. تمام، نفس الكلام هنا في الفنتركل، في فقاعه او حاجه بدات تطلع امبالسز وكده، فخلت ايه، خلت الحاله او الفنتركل ينقبض بشكل اكبر. طيب دي بتكون اخطر من الاتريال، لان يعني الاتريال بتاثر على الاتريال. تمام، لكن دي فنتركل هتاثر على الفنتركل بشكل مباشر، فممكن تدخلك في فنتركلر تاكيكارديا، والقلب عمال ينقبض ما مش عارف يقف، ما بيلحقش يملى، فالدم اللي رايح عن طريق الاورطه للجسم كله، ده الموضوع خطير جدا. التانية كانت بتأثر على الاتريوم، فعقبال ممكن ايه تبقى الحالة اتريوم فيبريشن، بس الهارت ريت بتاعها طبيعي، واخد بالك، لان الفنتركل ما تأثرش. طيب هنا بقى الفنتركل اصلا هي موجودة، المشكلة في الفنتركل، فاصلا المشكلة تبقى اخطر، فدي ممكن تؤدي للكارديك ارست، حالة تموت على طول. فتعال نشوف كده. هنا الفنتركلر تاكيكارديا دي اول حالة ممكن نتكلم عنها، ومين اسمها؟ فنتريكولار. احنا لما بنقول اتريال يبقى لها علاقه بمين؟ بالاتريوم، اللي هو مين برضه؟ اللي هو البويف. فكنا بنشوف ان البويف مش موجود. هنا الفنتريكولار تاكيكارديا يبقى الموضوع له علاقه بالكي ار اس، وتاكيكارديا يبقى اللي يبقى الايه؟ يبقى الفنتريكل هو اللي اتاثر، وده اخطر كده، هيضخ بشكل كبير جدا، ممكن يدخله في كارديك ارس، تمام، ممكن عضله القلب تقف لان ما بتلحقش اصلا تملى، فالاورطه بيتضخ فيه، ما فيش حاجه بتتضخ فيه، فطبعا بيموت عضل. بس خلي بالك بقى هنا، بما ان هي بتتاثر بالكي ار اس، قال لك ان الكي ار اس هنا بتكون مميزه ان هي بتكون عريضه جدا، واخد بالك، بتكون عريضه جدا، والهارت ريت بتاعه بيكون طبعا تاكي، فبيكون اكتر من 100. ممكن تكون مونو مورفيك، يعني شكلها موحد كده، وممكن تكون بولي مورفيك، لها اكتر من شكل، مش نفس ايه الشكل، مش نفس الطول، مش نفس، لا ده ليها شكل مختلف، يعني واحده موجه يعني ايه كي ار اس شكل، وبعدها بشوية كيو اس شكل تاني وكده. وطيب قال لك ان هي مانجد عن طريق ان احنا بندي حاجات انتي اريسيزميك او كارديو فيرجن. طيب تعالى نبص كده على الرسومات، عندنا المونومورفيك زي ما انت شايف كده، الحالة هنا ريجولار، وزي ما انت شايف ان الكيو اس عريضة، يعني ثانية واحدة، فيني اصلا عواب الرسم القلب، هو ده رسم القلب اللي انت شايفه ده، واخد بالك، دي كيو ار اس، دي كيو ار اس بس، وعريضه زي ما انت شايف، يعني دي كيو ار اس. طب فين البويف؟ طب فين التي ويف؟ طب فين الحاجات دي كلها؟ فهمت بقى شكلها بيعمل ازاي؟ شكلها مميز جدا. ودي المونومورفيك ليه؟ ليه مونومورفيك؟ لان نفس الشكل، مونومورفيك يعني شكل واحد او شكل موحد، ادي الشكل نفس الشكل نفس الشكل نفس الشكل، ولو كمان ايه ريجولار. تعالى بقى نجيب كيو ار اس واقول لك على كام معلومه كده. الكيو ار اس دي كامله اهي، تمام، زي ما انت عارف ان طبعا الكيوب كل تحت، والار كل طالعه، والاس اللي بيكون نازل، فاللي نازله دي مين؟ الاس. الاس بقى بيكون جواها نوتش كده، نوتش زي ما انت شايف زايده كده، بيسموها الاوس سفين ساين، مش مهم تعرف اسمها، المهم ان بيكون في نوتش. كمان زي ما انت شايف هنا اللي طالعه ايه؟ الار، اللي نازله مين؟ الاس. المسافه بين الار والاس دي بيسموها البروجادز ساين، مسافه بتكون ايه زي ما انت شايف؟ بتكون كبيره، يعني من الاخر زي ما احنا قلنا الكيو اس بتكون عريضه. وطبعا انت يعني بقول لك المعلومات دي من باب العلم بالشيء، لكن انت هتميز حالات الفنتركلر تاكارديا بسهوله جدا. تعال نجيب امثله زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف مفيش انك تحدد اكسس ولا حاجه، هو عباره عن كيو ار اس كيو ار اس، فاهم؟ الرسمه بتبقى واضحه جدا جدا، وواضح جدا ان الحاله نفس الشكل نفس الشكل نفس الشكل نفس الشكل، يعني مونومورفيك زي ما انت شايف، مونومورفيك، واخد بالك، بكل بساطه تعرف تحدد ان الحاله دي مونومورفيك وفنتركولار تاكيكارديا. الكيو ار اس زي ما انت شايف موحده، تمام، الاكسس مش هتعرف تحدده، هو فين البويف ولا فين ولا فين، مفيش حاجه خالص هتعرف تحدد. زي ما انت شايف كمان ايه، لو انت يعني ملاحظ المسافه نفسها عريضه جدا، تمام. بص بقى هنا، طب انت خدت طبعا، بص مبدئيا كده الحاله دي حاله
كانت عندها بالماتيو فنتركلا كونتراكشن، خدناها قبل كده. المهم ان الحالة بدأت تتطور، بدأت تخش زي ما انت شايف كده ايه فنتركلا تكاردي. تمام، لما تشوف حاجة اسمها الار ان تي فولنم دي تعرف ان هو بيتكلم يعني ايه اللي هو الار فوق يعني وكده وتحت تي، يعني اللي هو من الاخر يعني بيتكلم عن فنتركلا تكاردي. يعني بحاول اسهل لك الدنيا على قد ما اقدر، تمام، ما بدخلكش في باصو فيسيولوجي ولا بدخلكش في حاجة، المهم عشان بس تبقى تفهم. المهم يعني لو انت واخد بالك مش نفس الشكل، يعني الرسمة من تحت كده مش نفس الشكل. فدي بقى البولي مورفيك، البولي مورفيك فنتركلر تاكارديا، هي دي البولي مورفيك. انا جايب لك الحلقة قبل ما تخش في ال في الفنتركلر تاكارديا، سواء المهم سواء مونو مورفيك او بولي مورفيك، المهم ان انت تعرف ان هي فنتركلر تاكارديا من ضمن الحالات الشديدة جدا والخطيرة جدا. قبل ما اخد الفنتركلر فيبريشن عايز اقول لك كام نصيحة كده، سواء انت مع ايا كان انت في المجال الطبي نيرس او دكتور، وخاصة كنيرس يعني انك بتتعامل مع المريض اكتر ومعاك حالة. فزي ما انت شايف كده البيرماتيو فنتركلر كونتراكشن دخلتنا في مين؟ فنتركلر تاكارديا. كمان عايز اقول لك كام معلومة، ان الفنتركلر تاكارديا لو ببلس غير لما يكون مش ببلس، يعني لو الحالة نبضها محسوس وليها نبض غير لما يكونش ليها. لو لقيت الحالة النبض بتاعها اختفى على طول بتبلغ طقم زمايلك دكتور، لأن الحالة دي هتبدأ معاها ديفيبريشن، هتبدأ معاها دي سي، تبدأ معاها الحالة دي الدكتور لازم يبدأ معاها يديلها كهرباء، وبتخش في سايكل سي بي ار بتحتاج الكوردرون أو الأميدرون، وبتحتاج الإيه الليدوكاين كبديل ليه، وبتحتاج الإبنفاع. وطبعا السايكل دي عشان تفهمها وكده محتاج تدرس كورس ادفانسد كارديك لايف سبورت عشان تفهم بالتفصيل. المهم يعني انا كان مهم جدا اقول لك حاجه زي كده، لان الحاله لو كانت معاك فنتركلر تاكارديا هي ممكن اصلا تقلب فنتركلر فيبريشن في ثانيه. طيب ممكن تقلب فنتركلر فيبريشن، ممكن تقلب فنتركلر فيبريشن. طيب بص كده هنا معايا بيقول لك ان الفنتركلر فيبريشن دي شوتك الكتريكال اكتيفيتي، بيبقى فيه كده ايه حاجات مش واضحه، عارف انت الاتر فيبريشن كان البروف مش واضحه كده، هي نفس ايه الموضوع، يعني الكير اس مش منظمه، يعني ايه شوتك حاجه كده زي البروف كده لما كانت شوتك في الاتر فيبريشن، هي برضو الفنتركلر فيبريشن هي عامله فيبريشن يعني اهتزازات كده ومش منظمه. بيقول لك نو كارديك اوت بوت، نو كارديك اوت بوت لان الفنتركل هنا مش بينقبض بشكل كف، فطبعا بتؤدي للكارديك اريست. فهمت ليه الفنتركلر اريثيزمياس اخطر؟ لان هي بتدخلك في الكارديك اريست، وزي ما انت شايف كده حد بقى ماتيوب دخلتك في فنتركلر تاكي، وبعد كده فنتركلر تاكي دخلك في فنتركلر فيبريشن. مهم جدا الام دي ديفيبريشن، انا كاتبها لك دي اهم حاجه، ان انت لازم تدي دي سي، لازم تدي دي سي. الحاله لازم تتحط دلوقتي صدمات او رجفان ايا كان بيسموه ايه فورا، يعني بعد كده تبدا بقى بسايكل. زي ما انت شايف كده دي كيو ار اس، بس طبعا على عكس الفنتركلر تاكارديا دي كانت كبيره، دي صغيره، دي مش منظمه زي ما انت شايف، المسافات مش منتظمه خالص، مفيش اي حاجه واضحه ولا بي ويف ولا كيو ار اس ولا حاجه. انا كاتب لك نفس الكلام ان ده شوتك، يعني شوتك يعني حاجات كده زي الفيبريشن كده اهتزازات، وريجولار زي ما انت شايف مفيش اي حاجه بتعرف تحددها ولا بي ولا كيو اس ولا تي ولا اي حاجه. دي الفنتريكولار فيبريشن دي حاله خطيره جدا، لازم تبدا معاها الديفيبريشن بشكل فوري، يعني ما ينفع مش بتبدا سي بي ار، لا انت بتبدا دي سي اهم حاجه تبدا، عشان بيجي في الاسئله يعني يقول لك هتبدا دي سي ولا دي ولا او الديفيبريشن يعني، ولا تبدا سي بي ار ولا هتبدا اميدارون، لا اول حاجه بنبدا بيها الدي سي. عايز اقول لك ان الحالات الفنتركلر فيبريشن بيقول لك ابدا ايه مش بتتشخص من الاي سي جي ال 12، دي كانت رسمه كده تسجيل مستمر، لكن احنا مش بنروح نجيب حاله ونوصلها ونطبع الورقه والكلام ده. الحاله الفنتركلر فيبريشن احنا بنتعامل معاها على طول، يعني عايز تقول لي عايز اقول انت معاك حاله في المستشفى في الاي سي يو، الحاله كانت فنتركلر تاكي داخل الفنتركلر فيبريشن من الرسمه، مش لسه هنجيب جهاز ونوصل ونطبع يعني. تمام، انا كده جبت لك ورقه مطبوعه ودي كانت حاجه بتسجل بشكل مستمر، لكن انت مش هتلاقي يعني يعني بسنجل ريزم وخلاص من على الشاشه بتعرف ان الحاله ايه فنتركلر فيبريشن.
هنا بتوسادوس دي بوينتس. عايز اقول لك انت لسه واخد دلوقتي الفنتركلا بتاع الكارديا، وكنت موري لك الحالات البوليمورفيك، كنا بيبقى لها كذا شكل مش شكل موحد. هي دي من انواع التوسادوس دي بوينتس، دي من انواع البوليمورفيك فنتركلا بتاع الكارديا، يعني كله بيدخل على كله. لو انت واخد بالك الفنتركلا بتاع الكارديا من انواعها البوليمورفيك، اللي هي بتعمل لك التوسادوس دي بوينتس اللي بتدخلنا في من شويه، قلنا هتدخلنا في مين؟ في الفنتركلا فيبريليشن. تمام. بيقول لك مانج مين بقى الحالات التوسادوس دي بوينتس دي؟ بالمغنيسيوم صلفيت والديفبريليشن لو مش مستقل. طيب بص الحاله عامله ازاي، ادي اهي تحسها ايه مونومورفيك، بعد كده بقت مختلفه، يعني ايه هنا بتكون بولي مورفيك. فهمت ليه بنقول بولي مورفيك؟ هي دي بقى توصل دي بوينتس، حته ضيقه حته كبيره حته ضيقه حته كبيره. بص اهي زي انت شايف كده الحاله ايه، الحاله اصلا جالها هايبوكاليميا، هندرس الهايبوكاليميا بتفصيل. وبعد كده دخلت بعد الهايبوكاليميا، يعني هنا هايبوكاليميا، بعد كده دخلت زي انت شايف كده ايه دي الحاجات بتاعت الفنتركولا تراكاف دي اهي، بعد كده ضيقت بعد كده وسعت، فدي بيسموها ايه اللي مش نفس الشكل دي البوليمورف. دي بقى اللي هو تكون ضيقه وبعد كده واسعه وحواليها واسعه، دي بيسموها ايه التورسادو دي بوينتس. يبقى دي بعد حالات كان عندها هايبوكاليميا. طيب ملخص الفنتركولا ارسيزميوس، ان هي بتكون اخطر زي ما احنا قلنا، ده دخلك في كارديكا بس لازم الديفيبريليشن زي ما احنا لسه واخد بالك، ولازم رابيد انترفنشن. الحاله دخلت في كارديكا بس هتموت. الفنتركلا بتاع الكارديا والفنتركلا فيبريليشن لازم ايميديت مانجمنت عشان تمنع الكارديكا بس. تمام. وقلنا ان احنا بنحتاج لهم مين؟ الديفيبريليشن. تورسادو زي ما احنا قلنا بتتطلب سبيسيفيك تريتمنت، قلنا بتحتاج المغنيسيوم صلفيت، قلنا برضو من ضمن الحاجات تورسادو ان هي بتحتاج مغنيسيوم صلفيت. وبكده تكون نهايه المحاضره بتاعتنا. يا رب تكون استفدت باي حاجه، وما تنساش تدعي لنا دعوه جميله. كان معاكم عبد الرب صالح، والسلام عليكم ورحمه الله.